السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. جينا لكم فيديو جديد ومراجعة جديدة. في الفيديو السابق قمنا بمراجعة احدى المنتوجات المقدمة من شركة هايبر اكس، اللي كان عبارة عن مايكروفون اللي هو الكواد كاست اس. لمازال ما شافش المراجعة الكاملة الخاصة بهذا المايكروفون، راح نخلي لكم الرابط تحت لهنا في الاعلى، ولا راح نخليه لكم في الوصف اسفل الفيديو. اما اليوم ان شاء الله لدينا مراجعة لمنتوج من نفس الشركة، اللي هي عبارة عن سماعة جيمينج باسم هايبر اكس كلاود 2 وايرلس، واللي تعتبر من بين افضل السماعات واشهرها في مجال الجيمينج. لان النسخة الاولى منها اللي هي الكلاود 2 فقط، يعني بدون وايرلس، وكانت تجي بكابل مثلها مثل باقي سماعات الجيمينج، وحققت نجاح كبير جدا بسبب المميزات اللي تدعمها. لذلك شركة هايبر اكس قامت باصدار هذه السماعة اللي تحمل نفس الاسم بالاضافة فقط الى وايرلس، وايضا تحمل نفس التصميم، نفس خامة التصنيع، ونفس المميزات تقريبا. لكن هذه السماعة راح تأتي بمميزات افضل، واللي راح نتعرفوا عليها اكثر في هذا الفيديو. هذه العلبة الخاصة بها تأتي باللون الاحمر والابيض، من الاعلى لدينا شعار هايبر اكس، اسفلها اسم السماعة الكلاود 2 وايرلس، في المنتصف نجد صورة كاملة للسماعة، ومن الاسفل نجد بعض المعلومات حولها مع ضمان سنتين من هايبر اكس، وهي الداعمة لاجهزة البي سي واجهزة الكونسول بصفة عامة. من الجهة الخلفية نجد بعض المعلومات حول السماعة بلغات متعددة ومنها اللغة العربية، وبعض الصور لأهم المميزات التي تقدمهم السماعة. أما من الجانب الأيمن نفس الشيء نجد اسم السماعة وبعض المعلومات حولها، أما الجانب الأيسر نجد اسم السماعة وشعار هايبر اكس من الأسفل. ومن الأعلى نجد عبارة نحن جميعا لاعبين باللغة الإنجليزية. عند فتح العلبة نجد بعض البطاقات التسويقية التي تضعها هايبر اكس مع كل منتجاتها مع كتيب التعليمات، ونجد السماعة محمية داخل علبة بلاستيكية شفافة مع بعض الملحقات، منها مايكروفون قابل للإزالة مع قطعة إسفنجية لتقليل الضوضاء، ويو اس بي وايرلس لربط السماعة مع أجهزة البي سي أو الكونسول، ولدينا أيضا شاحن يو اس بي سي صغير، وأخيرا لدينا السماعة نفسها. ومن النظرة الأولى السماعة وزنها خفيف جدا، حوالي 300 جرام فقط، مع مرونة عالية، وهذا دليل على جودة الخامات التي صنعت منها هذا السماعة، وراح نتكلم عليها أكثر فيما بعد. كان هذا كل شيء في العلبة. الآن ننتقل إلى المعاينة الخارجية للسماعة، راح نلقي نظرة على خامة التصنيع والتصميم الخارجي لها، وبعدها نتكلم قليلا في الخواص والمميزات التي تدعمهم هذا السماعة، وبعدها نحكي لكم تجربتي مع هذا السماعة والخلاصة النهائية، وأكيد راح نذكر لكم السعر في آخر الفيديو، لأنه كان بزاف متابعين يطلبوا مني نذكر السعر تاع المنتوجات اللي نراجعهم. للعلم راني دائما كل ما ندير لكم مراجعة لأي منتوج كان نذكر لكم السعر دائما في آخر الفيديو. هذه هي سماعة هايبر اكس كلاود 2 وايرلس، جاية باللون الأسود والأحمر، تصميمها جميل جدا بالإضافة إلى حجمها الصغير والخفيف والمرن جدا، اللي راح يخليها من بين أفضل سماعات الجيمينج من ناحية الراحة. من الأعلى لدينا مسند للرأس مصنوع من الجلد الصناعي والمحشو بالإسفنج حتى يعطي راحة أكثر للسماعة عند استعمالها. من الأعلى لدينا هيكل مصنوع من البلاستيك المرن والغير قابل للكسر، ومحاط بطبقة من الجلد الصناعي، وتم طبع عليه شعار هايبر اكس. أما الجوانب تم خياطتها بنسيج أحمر ليعطي طابع جمالي وتناسق في ألوان السماعة. أما أطراف السماعة مصنوعة من الألومنيوم باللون الأحمر، مع إمكانية زيادة حجم السماعة لتناسب أي رأس سواء كان كبير أو صغير. أما السماعات نفسها مصنوعة بالكامل من الألومنيوم، ونجد شعار هايبر اكس مطبوع على كلا الجهات، وتم وضع عليها إير كابس مصنوعة من الجلد لتعطي راحة أكثر أثناء الاستخدام، وهي قابلة للإزالة، لكن لا توجد إير كابس إضافية داخل العلبة. والسماعة تعتبر من بين أريح السماعات اللي جربتها إلى الآن. وأيضا السماعة تحتوي على عدة أزرار، نبدأ من الجهة اليمنى. من الجهة السفلية نجد بكرة أو عجلة خاصة برفع وخفض الصوت، وهي تعمل بشكل انسيابي جدا. أما الجهة اليسرى نجد مصباح LED باللون الأخضر، راح يسمح لك بمعرفة حالة البطارية. أسفلها مباشرة نجد زر الباور لتشغيل وإيقاف تشغيل السماعة، وأيضا لدينا زر ميوت لكتم صوت الميكروفون، ولدينا إضاءة LED على الميكروفون تنير باللون الأحمر. عند كتم صوت الميكروفون تنطفئ، وعند إلغاء كاتم الصوت تشتغل، بمعنى راح تسمح لك بمعرفة حالة الميكروفون إذا كان في حالة كتم أو لا. أما المنافذ السماعة تحتوي على منفذ USB-C لشحن السماعة عن طريق الكابل المرفق في العلبة، وأسفله يوجد منفذ جاك 3.5 ملي لتركيب الميكروفون، وراح نعطيكم عينة من جودة الصوت الخاصة به فيما بعد. بعد ما تكلمنا على تصميم السماعة وخامة التصميم تصنيع اللي جات
جات بها. الان راح نتكلموا عن اهم المميزات اللي جات بها هذا السماعه. من بين مميزاتها هي انه هذا السماعه سماعه لاسلكيه بتردد 2.4 جيجا هرتز، وطريقه ربطها في البي سي جد سهله ولا تحتاج الى اي تعريفات او برامج. فقط قم بشبك قطعه اليو اس بي الخاصه بها على الكمبيوتر وقم بتشغيل السماعه وراح تعمل معك مباشره. وحسب كلام الشركه يصل نطاق تشغيل هذا السماعه الى 20 متر، وهذه تعتبر مسافه كبيره جدا بالنسبه لهذا السماعه، لانه في معظم الاوقات راح تكون بجانب الكمبيوتر تاعك وراح تتحرك في الغرفه تاعك برياحيه تامه، وراح تتفادى ايضا المشاكل الخاصه بالسماعات التي تاتي بسلك، لانه في معظم الاوقات انا كي نكون ندير في مونتاج كون واضع السماعه تاعي اللي فيها سلك ونحب النوض مثلا، ديما تصرى لي العفسه هذيك تاع الكابل هذا كيتشبح، يعني ممكن يتقطع لك، ممكن يطيح لك البي سي، يعني راح تدير لك حادثه في اي لحظه. وبعكس هذا السماعه اللي عندك حريه الحركه ل 20 متر، وقمت بتجربه هذا السماعه لهنا في ارجاء المنزل ببعد غرفتين او ثلاث غرف وما صار لي حتى تقطع في الصوت. اما الميزه الثانيه في هذا السماعه، وبما انه هذا السماعه راهي سماعه لاسلكيه اكيد راح تحتاج الى بطاريه لتشغيلها، وحسب كلام شركه هايبر اكس قالت لنا باللي هذا السماعه راح تصمد معك لمده 30 ساعه متواصله بدون انقطاع، واللي تعتبر مسافه جد كافيه لاي شخص مهما كان. وانا شخصيا ما جربتش هذا السماعه لمده 30 ساعه متواصله، لانه الاستخدام تاعي لهذا السماعه كان متوسط تاعو 3 ساعات الى 4 ساعات في اليوم فقط، وصمدت معايا طوال مده المراجعه. وبالنسبه لمده شحن هذا السماعه تصل الى ساعتين تقريبا، يعني عندك ساعتين شحن و30 ساعه متواصله استخدام. وبالمختصر خلاص، البطاريه تاع هذا السماعه راح تكون كافيه لاي شخص مهما كان استخدامه، سواء للجيمينج سواء للمونتاج وحتى الاستماع الى الموسيقى. اما الميزه الثالثه في هذا السماعه واللي هي الراحه، وفعليا تعتبر من بين اريح السماعات اللي جربتها لحد الان، وخاصه اني استعملها لوقت طويل جدا وخاصه في مونتاج الفيديوهات. وجميع السماعات اللي جربتهم قبل هذا السماعه كانوا سماعات غير مريحة إطلاقا في الاستخدام الطويل، ونضطر دائما للتوقف في المونتاج بسبب الضغط اللي تولده السماعة واللي راح يسبب لي الصداع. لكن هذا السماعة راح تنسى أصلا بلي كاين سماعة على رأسك، لأنه وزنها خفيف ولا تحتوي على أي أسلاك، وسماعة ليس مضغوطة على الرأس بسبب المرونة تاعها، وتحسها ثابتة جدا على الرأس. يعني من ناحية الراحة هذا السماعة تعتبر هي الأفضل بدون منازع. والميزة الرابعة في هذا السماعة واللي هو الميكروفون الخاص بها، كما ذكرنا في بداية الفيديو الميكروفون الخاص بهذا السماعة قابل للإزالة. والمميز هنا هو إمكانية سماع تسجيل الصوت من هذا الميكروفون مباشرة من السماعة نفسها، وهذه تعتبر ميزة قوية جدا من شركة هايبر إكس، لأنه في المعتاد عندما تكون في بث مباشر راح تطلب من المتابعين هم يخبروك على جودة الصوت إذا كانت جيدة أو لا. لكن من خلال هذا الميزة راح تقدر تسمع الصوت اللي راك تسجله من الميكروفون من خلال السماعة نفسها. والميزة هذه تقدر تفعلها من برنامج هايبر إكس أنجين يوتيوب، تقدر تتحكم بجميع المميزات السماعة بالإضافة إلى معرفة نسبة البطارية بالنسبة المئوية، وتتحكم في جميع مميزاتها من خلال البرنامج. وراح اخلي لكم عينة صغيرة من جودة صوت الميكروفون الخاص بهذا السماعة. حاليا راكم تسمعوا فيها مباشرة من ميكروفون هذا السماعة، وبما انكم راكم تسمعوا في الصوت مباشرة راح اخليكم تحكموا عليه بانفسكم، واعطيونا رأيكم في جودة الصوت الخاصة به في التعليقات. الميزة الخامسة في هذا السماعة هي الصوت المحيطي، وعلى بالي بلي راح تقولوا لي كاينين بزاف سماعات رخاص فيهم هذا الميزة. اولا الشركات اللي تقوم بطرح سماعات اقتصادية وتدعي انه فيها ميزة الصوت المحيطي هي مجرد حيلة تسويقية لا غير، وليس صوت محيطي حقيقي، وممكن جدا راح ندير لكم فيديو نتكلموا فيه حول هذا الموضوع بالتفصيل. لكن هذا السماعة ورغم انه سعرها غالي الثمن، لكن ما فيهاش ميزة الصوت المحيطي الحقيقي 100%. هي فعليا فيها صوت محيطي لكن ليس حقيقي، يعني صوت محيطي افتراضي فقط. ولهنا بنفهمكم شنو هو افتراضي، يعني السماعة هذه فيها ميزة تقوم بمحاكاة الصوت المحيطي فقط وليس محيطي 100%. ونتمنى أن نكون قدرت نوصلكم هذا المعلومة. وبالنسبة للناس اللي ما يعرفوش معنى الصوت المحيطي، الميزة هذه راح تفيدنا بزاف في الألعاب،
اللي تلعبها اونلاين كما مثلا بابجي كما فورتنايت ووارزون الى اخره. كي تكون داخل اللعبه راح تقدر تعرف اتجاه ومسار الاعداء اللي راك تلعب كونترهم. مثلا العدو راهو جايك في الجهه اليمنى راح تقدر تسمع الصوت تاع المشيه تاعو ولا التحرك تاعو في الحشيش من الجهه اليمنى والعكس ايضا من الجهه اليسرى. ولهنا راح تقدر تعرف اتجاه العدو منين راهو جايك من خلال هذا الميز. وايضا راح نعطيكم رايي في هذا السماعه من ناحيه الاستماع الى الموسيقى، وبصراحه السماعه هذه ماهيش هي افضل حاجه من هذا الناحيه. هي فعليا فيها جوده صوت نقيه وكل شيء، لكن من ناحيه الايقاع والبيز تاع الموسيقى ليست بالمستوى المطلوب اطلاقا. وجربت سماعات عديده من شركات اخرى كانت فيها جودة صوت أحسن من هذه وأرخص من هذه، لكن السماعات هذو كانوا موجهين للاستماع إلى الموسيقى خصيصا، وهنا يكمن الفارق. أما هذا السماعة فهي موجهة للجيمرز وصناع المحتوى بصفة عامة، وراح تعطيكم تجربة مثالية جدا. الآن جولي الخلاصة النهائية، وهل أنصح بهذا السماعة؟ هي فعلا تستحق ومن كل النواحي. عندك تصميم ممتاز، عندك جودة تصنيع قوية جدا، وأيضا عندك مستوى راحة عالي جدا ولن تجده في أي سماعة أخرى. والأهم هو أن هذا السماعة فيها ميزة صوت محيطي افتراضي، وأيضا هذا السماعة لاسلكية وفيها بطارية تدوم معك لمدة 30 ساعة متواصلة. بمعنى إذا أنت جيمرز وراك حاب تبدأ محتوى على اليوتيوب ولا تقدم بثوث مباشرة حول الألعاب وحاب تحترف وتقدم محتوى بمستوى عالي جدا، أكيد راح ننصحك بهذا السماعة لأنها استثمار جيد وما راكش راح تندم عليها خلاص. أما في حين أنت لاعب عادي جدا، يعني الألعاب توالك راهم مجرد هواية وتستمتع بهم من وقت إلى آخر، لأن أكيد ما نشرح ننصحك بسماعة غالية جدا، لأنه في معظم الأوقات راح يكون عندك بي سي اقتصادي فقط، ولهنا راح ننصحك تروح مع سماعة اقتصادية أحسن. الآن جولي الأهم اللي هو سعر هذا السماعة في المواقع العالمية كما أمازون، لقيت سعرها يدير $150. وأيضا هذا السماعة راح متوفرة لهنا في الجزائر، يعني اللي راهو حاب يشريها والله فقط روح لموقع ودكنيس ولا روح للماركت الخاص بالفيسبوك، فقط اكتب اسم هذا السماعة وراح تطلع لك سواء مستعملة او جديدة. وبالنسبة لسعر هذا السماعة لهنا في الجزائر لقيتها تتباع جديدة، يعني في العلبة ماهيش مستعملة خلاص، سعرها 35,000 دينار جزائري، وصراحة سعرها راهو مبالغ فيه شوية هنا في الجزائر. وهكذا نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، وايضا اي اقتراحات او استفسارات خليهم لنا في التعليقات وان شاء الله راح نرد عليكم في اقرب وقت. في الاخير كالعاده ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب، اذا كنت غير مشترك في القناه لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل ميزه الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، انت سلام.